دي كانت الأخبار عن الكابتن سيد عبد الحفيظ واللي حصل النهارده في الجامعه، أخبار المنتخبات الوطنيه. كان في سؤال: كيف سيشارك رمضان صبحي ورباعي المنتخب في الأولمبياد بعد تخطيهم 23 عام؟ كان سؤال مهم جدا. هقول لكم بسرعه اللعيبه اللي هم كانوا بيقولوا يعني تخطوا 23 عام: كان رمضان صبحي، محمد صادق، ناصر، ماهر، أحمد، رمضان بيكهام، وغنام محمد. اقول لكم اللوائح بتنص على ايه. اللوائح المنظمه للاولمبياد كره القدم بتنص: يجب الا يسبق تاريخ ميلاد جميع اللاعبين المشاركين في الادوار التمهيديه والنهائيه للبطوله يوم 1 يناير 1997. يعني قبل 1 يناير الموضوع هيبقى صعب جدا، مع السماح لثلاثه لاعبين بالتسجيل في قائمه الفريق اللي احنا بنتكلم عليهم واللي احنا طرحنا اسمائهم على وسائل السوشيال ميديا. ايا كان بقى، كان الناس بتقول صلاح، تريزيجيه، اكيد برضه هنتكلم مع الاستاذ محمود صبحي عن صبري عن الثلاث لاعبين اللي هو ممكن يشوفهم، او الثلاث لاعبين اللي كل الجماهير بتتمنى تشوفهم مع المنتخب الاولمبي. لكن خلينا نقول ان اللوائح بتقول يوم 1 يناير 97 هو ده اليوم الفاصل، قبل كده مشكله لكن بعد كده مفيش مشاكل خالص. اقرب اللاعبين لليوم ده هو رمضان صبحي 23 يناير، يعني فرق 22 يوم 1997، عشان كده مفيش اي مشكله خالص بالنسبه للخمس لاعبين. هقول لكم كمان تواريخ ميلادهم: 23 يناير 97، ده رمضان صبحي، احمد رمضان بيكهام 23 مارس 97، غنام محمد 12 مارس 97، محمد صادق 6 يوليو 97، ناصر ماهر 8 فبراير 97. اقرب اثنين رمضان صبحي وناصر ماهر، بس ده 23 يناير وناصر ماهر 28 فبراير، فبالتالي احنا بعيد خالص ويحق للاعبين المشاركة بدون أدنى مخالفة للوائح. الكاف